ماذا تريد كوريا الشمالية من روسيا؟ عبد الجليل وهي دولة نووية وتمتلك رابع أكبر جيش في العالم السلاح النووي مفهوم عام والقدرات النووية درجات يا سهام وكوريا الجنو الشمالية تحتاج لصواريخ بمدى أطول وبدقة أكبر تكون قادرة على حمل الرؤوس النووية لمناطق أبعد لكن كل هذا يمثل جزءا يسيرا من مطالب كوريا الشمالية ولمعرفة هذه المطالب نعود إلى آخر خطوة قامت بها بيونغ يانغ فبعد إرسال ذخيرة المدفعية والصواريخ الباليستية أرسلت جنودها جنودها ألاف الجنود الذين تم إرسالهم عبر البحر من هذه المدينة الكورية نحو ميناء فلاديفا ستوك الروسي ثم من ميناء فلاديفا ستوك الروسي إلى ميدان للتدريبات في أقصى الشرق الروسي ثم إلى سبعة آلاف كيلومتر من هذه المنطقة نحو كورسك الحدوديه مع اوكرانيا، فاذا عدنا لهذا المسار الذي قام بقطعه قامت بقطعه القوات الكوريه الشماليه نجد بان زعيم البلاد قطع هذا المسار تقريبا قبل سنه من الان، اذا الزعيم الكوري الشمالي كان في زياره الى كان في زياره الى روسيا وقام باستخدام القطار هذه المره نحو فلاديفستوك ثم انتقل الى مناطق عديده في روسيا أين استكشف أو تعرف على قدرات روسيا الفضائية؟ زار قاعدة فضائية في فاستوتشني المدعوة فاستوتشني، ثم زار مصنعاً للمقاتلات الجوية في كومسوموسك نا أموري، وهو نفس المصنع الذي الذي زاره والد الزعيم الحالي عام 2004. إذا بالعودة إلى صور هذه الزيارة نعرف ربما ما هي مطالب كيم من روسيا؟ هنا يبدو كيم وهو منبهر من رؤية مقاتلة من الجيل الخامس الروسية سو سبعة وخمسون. كما أنه تعرف على مقابل مقاتلة سو أربعة وثلاثون خلال هذه الزيارة الانبهار هنا يعد طبيعيا فإذا نظرنا إلى قمرة قيادة المقاتلة الروسية من الجيل الخامس نجدها مختلفة تماما وهي عبارة عن آلة مجهزة بأحدث التكنولوجيا الإلكترونية وأيضا التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إذا ما قارناها بمقاتلات كوريا الشمالية ميغ واحد وعشرون سبعة الصينية التي ومدت منها نشاهد قمرة القيادة هناك فرق كبير جدا إذا حاول الرئيس أو الزعيم الكوري الشمالي تحديث قواته الجوية إلى هذا المستوى بعد أن صارت المقاتلات أو سلاحه الجوي هو أضعف ما لديه رغم أنه طور بقوة سلاح الصواريخ إلى أنه يحتاج إلى دعم روسيا بطبيعة الحال هذا المشهد يتكرر للمرة الثانية إذ يذكرنا بمشهد زيلينسكي على متن F-16 عندما وعدته الدنمارك وهولندا بتقديم هذه المقاتلات من اجل اعطاء دفع قوي في الحرب، اذا روسيا قد ترد على الغرب الذي سلم المقاتلات الى اوكرانيا بتقديم مقاتلات الى كوريا الشماليه وحديثه واحدث من اف 16. الزعيم الكوري ايضا قد يحتاج الى دعم روسيا في نظام الاقمار الصناعيه، هنا زار فاستوتشني او ميناء فاستوتشني لاطلاق الصواريخ وهنا قد يريد او يحاول الحصول على اقمار تجسس على كوريا الجنوبيه، اضافه الى ذلك قد يحتاج ايضا الى انظمه صواريخ عابره للقارات هنا كتب كلمات الزياره اذ كتب بان امجاد روسيا في الفضاء التي سمحت باستكشافه ستبقى خالده يبدو ان مطالب كيم واضحه فالى اي درجه ستذهب روسيا معه مقابل الاف الجنود في الجبهه سنرى ذلك سهام